الو، ايوه اسامه، ازيك؟ اهلا بيكي. ازيك؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ مش لازم انا الاسم. طب كم سنه؟ 33. مرتبطه؟ لا منفصله. منفصله مطلقه يعني؟ اه. عندك اولاد؟ ولد وبنت. بالك قد ايه منفصل؟ 7 سنين. وقعدتي قد ايه متجوزه؟ 4 سنين. طيب في حد تاني دخل حياتك؟ تمام. طيب انت عايزه تحكي عن الجواز والطلاق ولا العلاقه الجديده؟ لا العلاقه الجديده. طب اتفضلي. هو سامع، هو الحد الجديد دوت حد عرفته كان في شغل، وكنا اصحاب عادي جدا، كنت انا بعمل له شغل وهو متجوز برضك، بس الفرق فرق السن، انا اكبر منه. هو واخد الموضوع جد. انت 33 وهو كام سنه؟ هو عنده في حدود 26 او 27، حد صغير بس متجوز. الموضوع ما بيننا كان عادي جدا، فالموضوع تطور ما بيننا وقصة حب بقالنا فترة، بقالنا بتاع 3 شهور او 4. هو واخد الموضوع جد جدا، عايز يجي يتكلم. المشكلة ان انا معترضة، معترضة خالص. معترضة ليه؟ عشان فرق السن ولا عشان ايه؟ فرق السن. يعني هو لو كان مثلا عنده 34 سنة كنت وافقتي؟ اولا انا معترضة على المبدأ، بس انا مش عارفة ادخل حياتي ازاي. مبدأ ايه؟ انك ترتبطي بواحد متجوز؟ ان انا ارتبط، انا عندي ظروف مختلفة، ان انا معي عيالي وانا المسؤولية كلها انا والحياة انا. وشايل مسؤولية. جوزك ما بيصرف، طليقك ما بيصرفش حاجة عليكي؟ نفقة عادية عن طريق المحكمة. انا عندي بنتي في مدرسة خاصة وعندي ابني. بس انت لو اتجوزتي طليقك هياخد الولاد؟ لا خالص، هو ما بيسألش فيهم. هو مكبر دماغه يعني؟ بقالي 7 سنين هو ما سألش في العيال، يعني لو شافهم مرة او اتنين بس وصدفة. فالمشكلة مش في كده، المشكلة ان انا معترضة، وانا عارف ان انا ما بين، هو حد طيب جدا، وانا كل ما احاول ابعد ابص الاقيه هو مش عايز يبعد. ما ردش على التليفون، الاقيه هو يتكلم كلام يخليني يصعب عليا. هو بيحبني جدا، طيب طيب زيادة على اللزوم، بس انا مش عارفة اخد موقف. والمشكلة ان عندي اهلي برضه مش هيوافقوا. بصي يا بنت الناس، هو متجوز عنده عيال مش كده؟ تمام. حلو. ما بيحبش مراته. ليه؟ اتجوزها غصب؟ جواز تقليدي بصراحة. بس هو مش، انا ما بحبش ان انا اجيب سيرتها في حاجة، بس برضك كلامه ان هي مقصرة معاه في حياته. يعني انا مفيش ست في الدنيا مش مقصرة مع جوزها من وجهة نظر ماشي الشخصية. اقول لك على حاجة يا اسامة، انا 24 ساعة معاها الفون. هي فين في ده كله؟ يمكن هو اللي مش سامح لها تخش حياته. انا لا، انا مش شايفة كده. يعني انا اقول لك على حاجة، بيبان. انا مش شايفة كده خالص. حتى لو هو مش سامح لها، انت فين واجب الكفيت؟ ان انا، انت ما بتلاحظيش ان هو بيتكلم في التليفون؟ حتى انا كذا مرة قلت له مش عايزة مشاكل. ما يمكن هو من الرجالة اللي مكبر دماغه طول النهار في الشوارع، بيرجع بيته على النوم. لا خالص، لا 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 لا. يعني هو بيبقى قاعد في البيت ومراته وعياله حواليه وعمال يقول لك انا بحبك وانت يا بيبي وحشاني وكده. انا اقول لك على حاجه، هو اصلا بيحب شغله جدا، بس هو في ظروف اليومين دول تعبان، بقاله شهر في البيت. هم بيت عيله، هو معايا على الفون على طول. ايوه يا فندم، ممكن يكون بيطلع السطوح، ممكن يكون بيطلع على السلم. لا في بيته، في بيت. طب الصبح وبالليل؟ طول الليل. ممكن يكون عند اخوه وعند امه، يعني ما هو بيت عيله. كل يوم؟ عادي جدا. يا حبيبتي انت كويسه؟ طب تصبح على خير، انا طالع لابويا. وخلاص يطلع فوق ياخد جنبه ويكلمك. بص يا بنت الناس، مش دي القضيه. القضيه انه راجل متجوز. هو القضيه ان انا حياتي اصلا ملخبطه. حلو، ما احنا مش عايزين نلخبطها اكتر. انت كده بتلخبطيها اكتر. هو راجل متجوز، اتجوز بقى غصب، اتجوز جواز تقليدي، مش راضي عن جوازته. هو راجل وكان مفروض يكون مسؤول مسؤولية تامة عن اختياراته وقراراته، مش هنديله عذر. هي بقى مهملة في حقه مش مهملة في حقه، انت ما تعرفيش داخلياتهم. انا اتكلمت في كده وقلت له يا اسامة، وقلت له اهلك مش هينفع،
هم بلد يعني هم مكان عندهم تحكمات شوية وأنا مكان تاني غيرهم خالص، فقلت لهم مش هيرضوا، قال لهم مش هيعترضوا، ولو اعترضوا هم يبنوا دي سعادتي، أنا هبقى سعيد في كده. أيوة يعني هو عايز يتجوزك قدام الدنيا كلها؟ اه. ويقول لمراته حبيبتي أنا هروح أتجوز عليكي؟ هو أنا من كلامه اللي أنا عارفة إن كله هيبقى عارف يعني، اه وبعض الناس عنده عرفت. طيب مبدئيا نمرة واحد، نمرة واحد أصغر منك بكام سنة؟ بست سنين مثلا. نمرة اتنين عنده عيال، فهيبقى ملبوخ في عياله لأن عياله فلذة كبده يعني، فلذة أجباده، وأنت عندك عيال. نمرة تلاتة هتتعرضي لمشاكل لا ليها أول ولا آخر، لأن هيبقى في اعتراضات من أهله واعتراضات من مراته، وهتخشي في حروب ومعارك وبلاوي زرقاء. اوكي، وانت عليكي من ده بكام؟ انت بتقولي حياتك ملخبطه، هنلخبطها اكتر. طيب ما نبعد بقى كده وبالعقل نشوف احنا هنعمل ايه. اوكي، ولو جالك راجل محترم جميل عنده 35 سنه 37 سنه 40 سنه يا ستي، مطلق ارمل وما اتجوزش قبل كده وعايز يرتبط بيكي ويعيش معاكي حياه حلوه قدام الناس كلها في النور، يبقى هو ده الصح. ما جاش الراجل، ادينا قاعدين مستنيين. انما نعيش يعني اعيش رايق وفايق ومصحصح لنفسي وان ربنا رزقني ابقى عايش مبسوط، ولا ام داخل معارك ومشاكل وخناقات وولع في الدنيا وولع في نفسي؟ لا احسبيها كده بالعقل. ما يصعبش عليكي بقى كل شويه بيكلمك في تليفون يقول لك ايه، لا ارجوكي انا بموت فيكي ما تسيبينيش، ويعيط لي وبتاع ويصعب عليا وارجع له. لا ما ينفعش، حياتك ما ينفعش تبنيها او توقفيها على صعبانيات، لان دي حياتك في شغله منها. لما توقفيها على صعبانيات في الاخر انت اللي هتتحولي لصعبانيات.